السلام عليكم ومرحبا لمتابعة شينفورمي نيوز لهذا الأسبوع. بعثت لجنة التقديم في مقاطعة ترينتو ذات الحكم الذاتي إلى وزارة الداخلية الإيطالية طلبا لتوظيف عمال من خارج المجموعة الأوروبية ضمن تأشيرات دخول أفواج الهجرة للعام 10 و2000. واقترحت اللجنة المذكورة أن تقتصر تأشيرات الدخول على العمل في القطاعات التي لا تتأثر بالأزمة الاقتصادية مثل ما هو الحال في قطاعات العمل الموسمي. ويجدر بالذكر أن الحكومة قد قررت تحديد 3000 تأشيرة دخول للعمل الموسمي، وتقدمت المقاطعة بالسماح بالدخول ل200 شخص آخرين للعمل في قطاع مساعدة العجز والمعوقين. كما طالبت اللجنة أيضا ب100 إذن لتحويل أذونات الإقامة الخاصة بالعمل الموسمي والدراسة إلى إقامة من أجل العمل الدائم أو ما يسمى إنديترميناتو. العمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات من أجل تحسين الخدمات وسياسات العمل والتوظيف الخاص بالمواطنين المهاجرين، هذا هو هدف اللجنة الفنية الجديدة التي تأسست بالتفاهم ما بين وزارتي العمل والداخلية، وذلك عبر اتفاق تم توقيعه من قبل مسؤولي الوزارتين. ومن بين أهداف اللجنة أيضا تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة العمل الأسود والتدريب المهني وحصول العمال الذين ينتظرون تجديد الإقامة على فرص عمل أخرى، وكذلك تخدم مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي. ويرمي الاتفاق أيضا إلى عمل برامج في الدول التي يأتي منها المهاجرين من أجل تحسين إدارة موجات الهجرة وتعزيز الهجرة الشرعية. طلب فريق Citizen Report، وهو المشروع الإعلامي الجديد لراي Educational من شينفورمي، نشر كل ما يصدر عن شينفورمي من فيديو حول الهجرة. وكانت فكرة Citizen Report قد تبلورت بعد أن قام المذكورين بمعاينة بعض التسجيلات الصادرة عن المركز الاستعلامي للهجرة التابع لإدارة مقاطعة ترينتو ذات الحكم الذاتي. ويمكن متابعة هذه التسجيلات عبر موقع شينفورمي الإلكتروني أو مباشرة عبر موقع يوتيوب الإلكتروني. ويجدر بالذكر أن نوعية والقيمة الفنية لهذا الإنتاج الإعلامي والتي دفعت براي إدوكيشنال للطلب من شينفورمي بالمشاركة في هذا العمل الإعلامي الجديد. علينا احترام الجميع حتى يحترمنا الجميع، هذا هو المبدأ الأساسي الذي يتأسس عليه الميثاق العام للتضامن والتعايش، والذي تقدمت به إيتيا المعهد الترنتيني الخاص بالمباني السكنية إلى ساكني مساكن إيتيا. وتؤكد المؤسسة أنه يجب جعل المسكن المشترك وكل مساحاته المشتركة مكانا مرموقا، وأن لا يكون هذا الميثاق فقط حبرا على ورق، بل أن يترجم إلى أفعال متفق عليها ومقبولة من الجميع على الدوام. وسوف تتم ترجمة الميثاق إلى اللغات الإنجليزية والعربية والألبانية، وسوف يتم تقديم المستند في لقاء عام إلى ممثلي السكان في ريفا دل غاردا وأركو وليدرو وجوديكاريا، وذلك في يوم الخميس 25 مارس الجاري على الساعة 5:30 بريوني دو جونيو الكائن في غاليريا ميموزا على الرقم 9 بريفا دل غاردا. حتى اللقاء القادم، دمتم في أمان الله ورعايته.